يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هل فيها دليل على أن النقل قبل العقل؟ على إيش؟ قوله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هل فيها دليل على أن النقل قبل العقل؟ نعم، هو لا يكون العقل إلا بعد النقل، لازم العقل لا يستقل، العقل لا يستقل، ولو كان يستقل لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كان يكفي العقول، لكن العقل قاصر ما يستقل، فلا بد من النقل، ثم العقل يتدبر هذا النقل ويتفهمه، نعم، يستدل به، نعم.